بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا مع فيديو جديد. والنهارده بنتكلم على قناه شرح زي التعليم عن موضوع قد يهم بعض الناس، وهو كيفيه الاستفاده من خدمه بنك اونلاين الخاصه ببنك مصر. خدمه بنك اونلاين هي خدمه مقدمه من بنك مصر لاصحاب الحسابات الموجوده في البنك، بحيث انه يستطيع انه يعرف الرصيد حسابه في البنك، يعرف تعاملاته سواء بالسحب او الايداع او التحويلات الخارجية وغير ذلك. دي الخدمة دي يعني للتنبيه، هي ليس فتح حساب زي حساب بنك الالكتروني، ولكن خدمة مقدمة للبنك للناس اللي فاتحة فعلا ولها ارصدة في بنك مصر. أو قبل ما ندخل في الموضوع، يجب انك تتنبه لحاجة عشان تنجح معاك انك تفعل خدمة بنك اونلاين مصر. اول شيء انك يجب انك تستخدم متصفح اكسبلور. تاني حاجة استخدم الواجهة بالانجليزي في صفحة البنك. الصفحة اللي قدامنا صفحة عربي، والوقت هنعرف ازاي نحولها الى الانجليزي. بعد كده يجب اما تكتب الباسورد بتاعك. الباسورد بيتكون من حرف كبير كابيتال، يعني حرف انجليزي لابد من الانجليزي كابيتال، وبعدين حرف سمول انجليزي برضو يعني حرف صغير، وبعدين 6 ارقام فقط باللغة الانجليزية، 6 ارقام فقط بالانجليزي. يبقى الباسورد تاني حرف كبير كابيتال بالانجليزي، حرف صغير سمول بالانجليزي برضو، وبعدين 6 ارقام فقط بالانجليزي. انت عندك هنا بتقدر ده الواجهة باللغة العربية. اما بتيجي بتفتح الموقع ده هوت، وهنحط رابط اسفل الفيديو ان شاء الله. بنيجي نضغط هنا على كلمة انجليش فوق كده، انجليش فيرجن، انجليش فيرجن اللي هي اللي عليها ايه سادي. بيفتح لك الموقع على هذا الطريقة، بيتغير الموقع الى الواجهة الانجليزية بهذه الطريقة. هنا بتضغط علشان تحمل الابليكيشن اللي هو انت بتملاه. اوري لك برضو الابليكيشن ده، الابليكيشن اللي انت بتملاه، والابليكيشن دوت مهم علشان بتحصل منه على حاجة اسمها رقم المشترك. رقم ايه المشترك ده؟ الابليكيشن عشان تحصل منه على رقم المشترك. وطبعا هو ابليكيشن عادي جدا بتملاه، رقم الفرع واسم الفرع وتعريف العميل، ده بيذكر هنا تعريف العميل لو مفيش تعريف، وبعدين رقم دخول الانترنت هو بيديهولك اللي هو بيسمى رقم التشغيل او رقم المشترك يعني اللي انت بتحتاجه فيما بعد. بعد كده بتيجي تدخل بتكتب اليوزر نيم، اليوزر نيم اي دي، وبعدين الباسورد، بتكتب بتضغط انتر. بعد كده بيدخلك على صفحة اضافة رقم المشترك، اضافة رقم المشترك اللي احنا خدناه من الابليكيشن. اضافة رقم المشترك هنا بتحط رقم المشترك، ولكن لاحظ حاجة ان رقم المشترك لابد ان يكون مسبوق ب او ال بي، حرف 3 حروف او ال بي، وبعدين بتحط رقم المشترك وبتضغط اوكي. بعد ما بتضغط اوكي بتدخل على صفحة بيانات، بتحط تاريخ الميلاد والرقم القومي اللي هو رقم البطاقة، وتحط كلمة السر زي ما احنا قلنا، حرف انجليزي كبير حرف انجليزي صغير، وبعدين 6 ارقام بالانجليزي، وبعدين بتضغط اوكي. بعد ما بتضغط اوكي بتتحول الصفحة الى صفحة وعليها يعني جملة انجليزي. الجملة الانجليزي دي بتقول activation is complete سكسوفلي، يعني الاكتيفيشن بتاعك اكتمل وبنجاح. ان لم يظهر هذه الجمله فافتح متصفح اخر
صفحة تانية وحاول التجربة من جديد. بكده بنكون يعني أنهينا هذا الموضوع، وهو موضوع سهل ولكن بيهم كثير من الناس. بتدخل على الموقع العربي وبتضغط انجلش فيرجن، وبعدين بتكمل البيانات اللي احنا قلنا. بكده بننهي موضوع النهاردة وحلقة النهاردة، أرجو أنها تكون عجبتكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وأي تعليق نحن سوف نقوم بالرد عليه إن شاء الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.